صباح الخير. يسعد صباحك. مش دي شقة بخيت؟ ايوه يا اختي. نعم، عايزه ايه؟ اصله كان معايا امبارح. كان ايه؟ كان معاكي امبارح وقال انه مسافر في شغل. وهو معايا نسي. نسي نفسه طبعا يا ضنايا، لازم ينسى نفسه. خشي يا اختي خشي. بخيت ولا بخيت ولا بخيت. قوم فاز يا منجم. يا واد قوم، في ناس عايزينك. مين الرز اللي جاي على غير الريق ده؟ وزعيه. وطي صوتك يا منيل، ده شابة. نسوان. ايه ده؟ هو انت دي برضو نسوان ياما؟ ايه اللي جابك؟ اكيد في مصيبة. ما انت مكيش ورقة غير مصايب. يا واد الكسف، ولم نفسك على الصبح. دق. خش خش يا حبيبتي خش. اتفضلي ارتاحي، انا معلقلك على الشاي. اول مره تستنضف يا نايل. شنطتك اهي، ابقى خلي بالك على حاجتك مره تانيه. استني، الشنطه دي مش بتاعتي. امال شنطه مين؟ مش عارف. بصي، احسن حاجه تروحي تسلميها للناظر المحطه وهو يتصرف. بس انا عندي شغل، عندي الحصه الاولى. ما انا كمان مش فاضي لك، انا مشغول النهار اخر. وبعدين بقى بصي، احنا نفتحها نشوف اي حاجه تدل على صاحبها. بس ما يصحش نفتح حاجه مش بتاعتنا. انا مش احسن ما نروح نسلمها غميه دي يطلع فيها مصيبه نروح في داهيه؟ والله عندك حق. جدي معاها. بس اوعى تكسرها وانت بتفتحها. استنى بس واحنا هنشوف لها حاجه. مازال اسمها ايه؟ ولا مالك متدح كده ليه؟ يا ندمتي؟ ايه يا ولا مالك؟ ولا يا بخيت، انتوا بتعملوا ايه من ورا الشنطه؟ على كل حال بقول لكم ايه؟ الشاي اهو، تشربوه بنعناع، تشربوه من غير نعناع. ان شاء الله عنكم ما شربتوه. ولا يما يا ساتر يا رب. هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. انا هسلم الشنطه للبوليس. الصبر 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 مفتاح الفرج، وإن الله يحب الصابرين. الصابرين لهم الجنة. ولقد عجزت عن الصبر حتى صبر الصبر عن صبري، فعجز الصبر أن يصبر على صبري. وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ هسلم الشنطة للبوليس، يعني هسلمها للبوليس. طبعًا طبعاً، بس احنا بقى لقيناها سوا نسلمها للبوليس سوا. ولا في. ايوه يا ام. تعال عزاب. طب ثانية واحدة يا ام. سيب اللي في ايدك وتعالى. حد يسيب اللي في ايده يا ام ويجي ازاي يعني؟ يا واد اسمع الكلام، تعال عزاب. حاضر يا ام، حاضر. قولي وما تخبيش عليا، ايه الحكايه بالظبط؟ انت هتستعبط عليا يا ولا؟ حكايه الشنطه اللي بره دي ايه؟ تكونش البت دي هربانه من اهلها وجايه تعيش عندنا هنا؟ ولا؟ انت ما بتقدرش ليه؟ لا يا روح امك، ما انا لازم افهم ايه الحكايه بالظبط.